لقد تم لنا السفر من مدينة الرياض إلى الطائف، ومن ثم استأجرنا استراحة لمدة يوم واحد. فهل الصلاة في هذه الحالة تكون قصرا أو نصلي الصلاة كاملة؟ ما دمتم لم تنووا إقامة تزيد على 4 أيام فلكم القصر، لكم قصر الرباعية، لأن الإقامة القصيرة لا تمنع من قصر الصلاة والفطر في رمضان، لأنها لا تنقض السفر الذي أنتم فيه. إقامة يوم، يوم 3 إلى 4 أيام، كل هذه لا تنقض أو لا تنقص أحكام السفر، فلكم القصر فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.